أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانفلات الأمني في محافظة عدن والتعزيزات العسكرية باتجاه شقرة. قالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عسكرية جرت بين فصائل تابعة للحزام الأمني التابع للمجلس لانتقال المدعوم من الإمارات تسببت في إصابة 3، اثنان منهم جراحهما بليغة. المواجهات التي تركزت في جولة العاقل وعقبة كريتر أدت إلى خروج خط كريتر شيناز عن الخدمة، ما تسبب في انطفاء الكهرباء على منازل المواطنين في كريتر والمعلى، وفق ما أكده المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية للانتقال لا تزال مستمرة باتجاه منطقة شقرة التابعة لمحافظة أبين في تصعيد جديد ضد الحكومة الشرعية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: من يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني في عدن، واستمرار التعزيزات العسكرية لكل من الانتقال والجيش الوطني باتجاه منطقة شقرة التابعة لمحافظة أبين. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد نحو 5 أشهر من اتفاق الرياض، وعلى عكس ما كان متوقعا، يتجه الوضع في عدن وأبين إلى مزيد من التصعيد في ظل فشل التحالف في إلزام قوات المجلس الانتقالي بتنفيذ الاتفاق. في تفاصيل الأحداث، انفلات أمني في عدن أدى إلى نشوب مواجهات مسلحة بين فصائل الحزام الأمني التابعة للانتقالي، ما أدى إلى إصابة 3 منهم وفق مصادر محلية. المواجهة بين الطرفين نشبت في أماكن عدة، بينها جولة العاقل وعقبة كريتر، ما تسبب في خروج خط كريتر شيناز عن الخدمة وأدى إلى انطفاء الكهرباء عن منازل المواطنين القاطنين في كريتر والمعلى. وبموازاة ذلك، تحدثت مصادر محلية عن العثور على جثتي المنسق العام السابق لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي أحمد اليوسفي وصديقه محمد طارق، وعليهما آثار طلقات نارية، حيث تعرضا لاختطاف وقتل من قبل عناصر مسلحة في العاصمة المؤقتة عدن. وضع دفع برئيس الحكومة الشرعية معين عبد الملك إلى التوجيه بضرورة التحقيق في جريمة الاغتيال التي طالت موظفي الهلال الأحمر الإماراتي، على الرغم من عدم وجود أي حضور فعلي للحكومة في العاصمة المؤقتة. وفيما لا يزال الانتقالي هو المتحكم الفعلي فيما يجري في عدن، يحمله مراقبون نتيجة ما آلت إليه الأوضاع في المدينة، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة تنفيذ ما يخصه في اتفاق الرياض. تنفيذ الاتفاق لا يبدو أنه قريب، خاصة في ظل الأخبار التي تتحدث عن تعزيزات عسكرية واسعة لقوات تابعة للانتقالي باتجاه شقرة التابعة لمحافظة أبين، في إطار ما أسموها معركة الحسم ضد الجيش الوطني المتواجد هناك. لنقاش أوسع ينضم إلينا من الرياض نائب رئيس حركة النهضة علي الأحمدي، وأيضا نائب المتحدث باسم المجلس لانتقال منصور صالح. مرحبا بكما ضيفي. أبدأ معك سيد علي، اليوم هناك اشتباكات مسلحة بين فصائل ومسلحين كلهم يتبعون الأحزمة الأمنية المدعومة من الإمارات، على ماذا يدل هذا، وأيضا لماذا يواجه الانتقال نفسه اليوم في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أختي الكريمة ولضيفك وللسادة المشاهدين. مرحبا بك. الحقيقة أن ما يجري في عدن ليس بجديد، هو استمرار لنفس الحال الذي تشكل منذ تحرير مدينة عدن، وهذا الحال الذي كان المسؤول عنه في البداية الشرعية كونها هي التي أدارت الوضع بعد تحرير عدن، وهي من تساهلت وتغاضت في تشكل عدد من الرؤوس التي تدير العاصمة عدن، ولم تكن الأجهزة الأمنية مبنية بشكل مؤسسي يخضع لسلطة واحدة. هذا الحال زاد في التعقد أكثر وأكثر، وأصبح في عدن عدة رؤوس لا تخضع لا للشرعية ولا حتى للمجلس الانتقالي، وإن كان المجلس الانتقالي يتحمل مسؤولية كونه سلطة الأمر الواقع التي تشكلت مؤخرا في عدن،
ولكن تعدد هذه الرؤوس وتعدد القيادات التي لا تنتمي لدولة قدر ما هي قيادات همها ما تحصله من مكاسب ومن فيد ومن أراضي ومن غير ذلك دون اعتبار لمشروع الدولة المشروع الذي تغنى به الحراك الجنوبي منذ 2007 لدولة النظام والقانون، ثم عندما صارت الأمور بيد عدد من قادة الحراك الجنوبي في عدن تحت مسمى مجلس انتقالي أو غيره، مع الأسف الشديد الكل يسكت ولا يقول كلمة الحق أن ما يجري في عدن هو فوضى ومتعمدة ساهم فيها أطراف من التحالف، مع الأسف الشديد ساهمت فيها أجهزة استخباراتية خارجية، ساهم فيها كل من لا يريد خيرا بمدينة عدن، لكن نتيجة الحسابات السياسية وأن هذه القوات المشكلة محسوبة على الطرف سين أو صاد ذهب الجميع للتبرير والسكوت، ونحن منذ اليوم الأول كنا نتكلم أن هناك خطأ يجري في مدينة عدن منذ 2015، أن البناء الحاصل في مدينة عدن هو بناء ميليشياوي ليس بناء مؤسسي. عندما تشكل الحزام الأمني أختي الكريمة يجب أن نفهم أنه تشكل كأداة للقمع والضبط، مهمته فقط أطقم وفرق للاعتقالات ونقاط عسكرية لتأمين ضبط المخالف سواء مخالف سياسي أو غير ذلك. المجلس الحزام الأمني لا توجد عنده آلية شرطية لتلقي قضايا الناس وشكاوى الناس للبث فيها وحلها، هو فقط أداة ضبط إلى السجون التي تخضع للتحالف وللمجلس الانتقالي. إدارة أمن عدن التي يفترض أن تكون هي المسؤولة المباشرة بنفس الطريقة أديرت عن طريقة أمراء حرب ورؤوس لهم قوات يداهم ويعتقل، تفضل. ليس هناك مؤسسية في هذا الأمر. سيد علي تفضل بالبقاء معي، أرحب بضيفي منصور صالح. إذا سيد منصور مرحبا بك، هناك من يتهمكم بأنكم تقفون حول الأوضاع وما آلت إليه في مدينة عدن من انفلات أمني وأيضا قطع لخطوط الكهرباء. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم. مرحبا. وفي واقع الأمر أنه ما نسمعه هذا الحماس الكثير والمنقطع النظير من قبلكم ومن قبل مختلف القنوات التابعة لجماعة الإخوان ولقوى ما تسمى بالحكومة الشرعية في الحديث عن عدن وما آلت إليه الظروف أو الأوضاع فيها، وكنا نتمنى أن تكونوا فعلا إلى جوار البسطاء والمسحوقين وأن تنادوا هذه الحكومة بالقيام بمهامها والتي سمح لها على ضوء اتفاق الرياض بأن تعود وأن تنهض بها. فإذا بكل هذه وسائل الإعلام تشهر سيوفها باتجاه الطعن في الجنوب وكأنه المؤامرات التي توقف. سيد منصور، هناك قناة إخبارية تمس المواطن اليمني وتلمس أوضاعه داخل عدن، داخل صنعاء، داخل جميع مناطق اليمن. قناة بلقيس فقط تتحدث بلسان المواطن اليمني ولا تعبر عن أحد ولا تتبنى حزبية أحد، هي فقط تتحدث عن مواطن، ولهذا أنت اليوم موجود على منبر بلقيس لتتحدث وتطرح وجهة نظرك فيما يتعلق بأحداث اليوم داخل عدن. تفضل. طيب الآن ضيف من الرياض تكلم في حدود 10 دقائق دون مقاطعة. نعم تفضل، هو لم يوجه اتهامات لأحد، تفضل أكمل كلامك سيد. نعم تفضل سيد منصور تفضل. أقول نحن في عدن، نحن في عدن والحمد لله نقوم بكل ما ينبغي أن نقوم به تجاه وطننا وشعبنا، وفي واقع الأمر نحن والجنوب بشكل عام يواجه مؤامرة خطيرة جدا. يؤسفنا أن بعض القوى التي كانت في يوم من الأيام تدعي بأنها تنتمي للحراك أصبح بعضها
يسير في جوقة القوى التي تسعى لضرب القضية الجنوبية ومحاولة إفراغها من محتواها. نعم. اليوم الجنوب يتعرض منذ فترة طويلة، وزادت هذه الهجمة من مؤامرات ومن تشغيل للحكومة الشرعية أو ما تسمى بالحكومة الشرعية لخلاياها النائمة التابعة لحزب الإخوان المسلمين، وكذا لتلك القوى التي مرتبطة بالقاعدة وداعش، هي اليوم تحرك هذه الخلايا للعمل في أكثر من منطقة في عدن وفي مناطق أخرى من الجنوب، وأيضا تعمل أو تسعى في إطار استخدام الحرب النفسية واستخدام الحرب الإعلامية باتجاه إثارة البلبلة والفوضى في الجنوب. لا ننكر بأن هناك قصور في أداء بعض الأجهزة الأمنية بحكم حداثة الثال، لكن نحن نرى الكثير من الاختلالات الأمنية بأنها مدفوعة وتقف خلفها بشكل مباشر قوى محسوبة على الشرعية اليمنية وعلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهذه القوى تنفذ مهامها ليس فقط من خلال عمليات التخريب ومن تعطيل للخدمات ومن خدمات الكهرباء، لكنها ايضا تتماهى في 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 اطار ايضا معها حمله اعلاميه شرسه تستهدف الوجود الجنوبي وتستهدف القضيه الجنوبيه وتستهدف الساعه لكل ما تحقق. ومع ذلك نحن نقول كل ذلك لا يهم، نحن ماضونا بتقاسم اهدافنا، وجودنا على الارض وجود راسخ يدورنا في الارض وعلاقنا في السماء، و نعم كثيرا بكل ما يقال. صحيح عندنا نحاول احيانا ان نرد على بعض الحملات وبعض الدعايات، لكن طالما وهي لا تتوقف سنتركها وسنمضي في طريقنا وتتحقق كل اهدافنا. لا يهم ان تستمر هذه الحملات العمليات التخريب والإرهابية، هناك قوى أمنية ستواجهها وكل من ارتكب جريمة سينال عقابه. قلتم مرارا وتكرارا أنكم مع اتفاق الرياض، هذا الاتفاق الذي تم عرقلته، إذن كيف يستقيم قولكم بأنكم مع هذا الاتفاق وأنتم الآن ترسلون تعزيزات عسكرية إلى شقرة، بينما الاتفاق ينص على أن يتم تسليم مقرات الجيش من قبلكم، المقرات الحكومية؟ نعم. اسمحي لي فقط حتى أكمل. نعم. أنتم تفهمون الاتفاق كما تريدون أن يكون، لكن للتوضيح نحن نقول نحن من تعامل وتعاطى مع هذا الاتفاق بإيجابية منذ أيام الأولى، ونحن من ذهب إلى الرياض ومكثنا شهرين كاملين، وقيادتنا كانت على مستوى تمثلنا في الرياض. تم توقيع الاتفاق وفي اليوم الثاني وافق المجلس الانتقالي وباشر تنفيذ ما عليه، ومنها السماح بعودة رئيس الحكومة وعدد الوزراء، ورغم المخالفات التي رافقت هذه العودة وعودة عدد الوزراء غير الذي لم يكن مسموح له، لكن تم التغاضي على اعتبار بأنه أننا نريد الوصول إلى مخارج وأن نريد الوصول إلى حلول وأن نخفف من معاناة الناس. سمح لرئيس الوزراء وعدد من فريق عمله، ومع ذلك منذ العودة لم يقم بأي مهام واستمرت نفس المعاناة ونفس الإخفاقات. بالنسبة للانسحابات كخطوة ثانية، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي وبدأ بسحب عدد من الألوية التي كانت موجودة في خطوط التماس، عاد قواتنا إلى لحج وإلى مناطق أخرى، وأيضا سمح للفريق العسكري من الجانبين من ما يسمى بالحكومة الشرعية اليمنية ومن مجلس الانتقال الجنوبي والتحالف بالنزول إلى المعسكرات التابعة للمجلس، وتم تسليم عدد من الأسلحة الثقيلة. في الجانب الآخر لم تلتزم الحكومة لا بالانسحاب من شقرة ولا المناطق ولا من شبه، أيضا رفضت تقديم مرشحيها لمنصب محافظ ومدير الأمن، امتنعت وبدلا من ان تقوم بالبدء بمباشره تنفيذ الاتفاق وان تسحب وان تجمع كل القوات باتجاه خوض المعركه الاساسيه في مواجهه ميليشيا الحوثي، قامت هذه الجماعه او الاحزاب المتطرفه الرافضه للاتفاق وهي في اطار الشرعيه سلمت مناطق التي كانت سيطرتها في الشمال في نهم وفي الغيل وفي نعم تفضل الجوف، اليوم هي تسلم مارب تسليم والسلام وتدفع بقواتها الى محافظه أتيان وشبوه لتعزيز احتلال الاحتلال، وفي اليومين الماضيين هي تقوم بمناورات وتقول انها بانتظار
7:00 لاقتحام عدن. نعم سيد منصور تفضل. نعم تفضل بالبقاء معي سيد منصور. أعود إليك سيد علي. إذن الحديث الآن عن اتفاق الرياض مع وصول هذه التعزيزات إلى مدينة شقرة من قبل الانتقال، هل يمكن القول الآن أن هذا الاتفاق فشل؟ أختي الكريمة، قبل الحديث عن اتفاق الرياض أود فقط أن أعلق أن تفضل. الوضع المأساوي في عدن، الوضع الأمني، الوضع الكارثي الذي يحصل في عدن طوال 4 سنوات، يعني من القتل في الشوارع أمام الناس تحت تصوير الكاميرات، من اختطاف الناس، من تعذيب الناس، هناك من ألقي القبض عليهم من إدارة الأمن وصوروا بالفيديو يعترفون بجرائم ثم قتلوا وصفوا في السجون ويعني لم يكشف عن مصيرهم. كل هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات التي تنتسب للأمن وقوات الحزام الأمني التي يقول الانتقالي أنها تتبع له ويفاخر بوجودها وبدورها، هذا العمل لم يكن خطأ فردي أو خطأ هنا أو عملية هناك، هو سلسلة من الكوارث طوال 4 سنوات. أنا مستعد أنا علي الأحمدي أن أقول أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الوزراء يتحملون هذه المسؤولية، هم المسؤولون أمام الشعب عن هذه الحالة الأمنية، وعليهم إما أن يصرحوا ويقولوا ما الذي حصل ولماذا لم تبنى المؤسسات الأمنية، أو يقدموا استقالتهم أنهم عاجزون عن حماية الناس في عدن الذين يقتلون في الشوارع أمام الناس وأمام الكاميرات. أنا أستطيع أن أقول لأنني أنا أنتمي إلى الناس، إلى الجنوب، إلى قضية الناس ومعاناة الناس، وأهلي وأقاربي وجيراني وأحبابي كلهم في مدينة عدن. أما من يدعي الانتصار لقضية الجنوب وهو يداري على المجرم ويتستر على الخطأ ولا يكلف نفسه تحمل المسؤولية والحديث عن المأساة، كما نرى الحديث كله عن شعارات وعن قضية الجنوب وعن استهداف الجنوب وعن مؤامرة وعن شماعة اسمها الإخوان وعن شماعة اسمها الإصلاح وعن طواحين هواء متوحشة هي التي يحمل عليها الخطأ، بينما المجرم من قتل الشيخ عبد الرحمن العدني قبض عليهم وسلم وتحريرهم إلى الإمارات العربية المتحدة، قتلت الشيخ راوي كان مقبوض عليهم في النيابة تم تحريرهم إطلاق سراحهم مؤخرا، قتلت الجنيدي مؤخرا طاقم معروف وأشخاص لم يحاكموا لم يتم. نحن يجب أن نضع أن نتسامى عن جهاتنا السياسية ونتحدث عن المسؤولية تجاه الشعب وما يعيشه أبناء عدن من معاناة طوال 4 سنوات الماضية. بالنسبة لاتفاق الرياض أنا أقول أن لا توجد نوايا صادقة، نحن نرى قيادة المجلس الانتقالي يهددون بالعودة إلى شبوة، رأينا تغريدات وتصريحات واضحة أنهم يطمحون للعودة إلى شبوة لتطهيرها من القاعدة وداعش. الآن من خارج المجلس الانتقالي هو القاعدة وداعش، وإن كان ممثل الحكومة الرسمي الذي تدين له محافظة شبوة الآن باستقرار وبهدوء وبتنمية، يريدون نقل المشروع الفوضوي الذي يجري في مدينة عدن، القتل في الشوارع، التعذيب، السجون، نقل هذا النموذج إلى محافظة شبوة، إلى محافظة حضرموت، إلى باقي المناطق. تفضل بالبقاء معي سيد علي. أرحب بضيفي من الرياض المحلل السياسي السعودي مستور الأحمري، مرحبا بك معنا سيد مستور. إذن هل يمكن اعتبار أن الرياض فشلت في إلزام الانتقالي بتنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ وإذا لم تفشل ما الذي يمكن أن يفسر عكس ذلك؟ مساء الخير لكم ولضيفك الكريم وضيوفكم الكرام ومشاهديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن لا ننظر إلى عملية أو نقرر أنه هناك عملية فشل من عدمه، ولكن نستطيع أن نقول هناك اختلاف وهناك غياب للشفافية في المعلومة، سواء بالذات من الجهات الرسمية في الحكومة الشرعية. أنا أتوقع أنه الجميع يرغب في أن يكون هناك تصريحات واضحة ولا نعتمد على معلومات ما تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات. إذن كيف سيادة اللواء كيف تنظر إلى التحشيد في منطقة شقرة من قبل الانتقالي وتعزيز القوات هناك؟
اوكي جاي لك في الكلام. نعم. على كل سواء يعني الان الحكومه الشرعيه هي همها وهم جميع المدنيين هو تحرير الشمال. الان هذه الخطوات انا ارى فيها مثلا خطوات تصعيديه من المجلس الانتقالي للحكومه بدات يعني في حشد قوه او حسب ما قرات بعض التقارير الاعلاميه لمواجهه مثل هذه المشكله. المملكه العربيه السعوديه حاولت في اتفاق الرياض ان تجمع الطرفين وان يصلوا الى صيغه مشتركه توحد جهود جميع اليمنيين للاتجاه الى الخطر الحقيقي في الشمال. ربما هناك اخطاء في التنفيذ، ربما هناك تاخير في تنفيذ بعض الخطوات. انا اتوقع ان المملكه العربيه السعوديه لا تملك العصا السحريه اذا لم تكن هناك نوايا حسنه ونوايا جيده من الجميع. من قبل من يعني تود ان تكون هناك نوايا حسنه ونوايا صادقه في تنفيذ هذا الاتفاق؟ نعم، اذا لم توجد النوايا الصادقه. نعم، انا اسالك من هي الاطراف المعرقله لتنفيذ هذا الاتفاق بالضبط؟ يعني احنا راينا كيف انه في هناك خطوات اتفاق، هناك في المجلس الانتقالي ربما تاخر كثير في تنفيذ بعض بنود الاتفاق، هناك اتهامات متبادله ما بين الانتقالي وما بين الشرعيه. اتهامات هذه الشرعيه ترعاها الحكومه السعوديه، يرعاها التحالف، هي مرتهنه بقرارها للسعوديه، وبالتالي ما يصدر عنها هو ناتج عن ما يصدر من التحالف وعلى راسه السعوديه، كيف يمكن لها ان تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق؟ عزيزتي انا ربما لا اتفق في عمليه انه الشرعيه يعني، لكن الشعب اليمني كله يتفق على ذلك ربما، ولكن انا وجهه نظري انه لا يكون ارتهان، بالعكس الحكومه الشرعيه لديها مطلق الحريه في اتخاذ كافه القرارات التي تعنيها في اليمن. ربما هناك اتهامات انا لا اتفق معها، يعني احنا عندما نرى هنا اتهام بالتمرد والمجلس الانتقالي اتهام بالاخوان، وكل يضع شماعه ليعلق عليها اخطائه في وجميعها تدور في عكس مصلحه المواطن اليمني وفي عكس مصلحه اليمن، بدلا من توجيه القوات سواء للشرعيه او سواء للانتقالي الى الجنوب للمواجهه، وتركوا العدو الاساسي في الشمال. فهذه انا اعتبرها كارثه على مستوى اليمن كامل، وليست على مستوى حزب او على مستوى حكومه او على مستوى مجلس انتقالي. نعم. انما هي كارثه وطنيه. نعم، شكرا جزيلا لك مستور اللواء مستور الأحمري المحلل السياسي السعودي، كنت معي من الرياض. أعود إليك سيد علي، إذا هل لدى الشرعية خيارات بديلة للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في حال إذا فشل تنفيذ اتفاق الرياض؟ الشرعية تملك الكثير من الأوراق. نعم. ويكفي ورقة الشرعية وتستطيع أن تدير المواجهة مع التمرد في عدن بعدة طرق. أبسط هذه الطرق أن يتحمل التمرد مسؤوليته. نحن كما نرى لم يستطع سلطة الأمر الواقع في عدن أن تقبض على مجرم، يعني قاتل تم تصويره. لم تستطع طوال السنوات التي أدارت الشؤون في عدن لم تقبض على مجرم واحد. كان في المعلة في شهر يوليو 2019 نفذت يعني تقريبا 10 عمليات اغتيال وتفجير سيارات، لم يتم القبض على واحد رغم وجود عشرات الآلاف من القوات التابعة لهم. هذا الفشل ربما لو أن أنه كان بدل تحشيد الجنود إلى شقراء أو غير ذلك أو تعبئة الوحدات التابعة لهم بالكراهية والقتال لإخوانهم الجنوبيين في الطرف الآخر، كان يفترض أن توجيه الجهد نحو تأمين مدينة عدن، تقديم نموذج يعني جيد، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. 4 سنوات من التجربة أدركنا أن
الأمر في عدن لم يجري على ما يرام منذ تحرير مدينة عدن. ينبغي أن تكون مدينة عدن مدينة عاصمة حقيقية للحكومة الشرعية، يعود إليها المسؤولون الوزراء. الاتفاق الرياض قدم للمجلس الانتقالي خدمة كبيرة جدا. أنا أتمنى من هذا المنبر وأناشد الإخوة والزملاء أن يتأملوا أن الاستمرار في قضية الشحن والتحشيد والنفير من جديد والقتال، هذه لن تقود لا للمجلس الانتقالي ولا الشرعية ولا المواطنين في عدن إلى خير وإلى سلام. نحن نقول أن فرصة التي وفرتها المملكة العربية السعودية في اتفاق الرياض هي فرصة لا تعوض للجميع. سيكسب المجلس الانتقالي اعتراف رسمي، سيشارك في الحكومة، سيشارك في الوفد المفاوض. وضحت الصورة، وضحت فكرتك، وسأحرص على نقلها إلى ضيفي. شكرا لك علي الأحمدي، نائب رئيس حركة النهضة، كنت معي من الرياض. أعود إليك سيد منصور. إذا اتفاق الرياض وفر هو بالنسبة لكم فرصة جيدة، لربما استطعتم من خلاله تحقيق ما مطالبكم في الانتقال. لماذا لا يتم تنفيذ هذا الاتفاق وبالتالي الخروج بعدن من هذه المعمعة وإيصال المواطنين إلى بر الأمان؟ والله مؤسف أن نظل ندور في حلقة مفرغة وأنتم تصرون على أن المجلس الانتقالي هو من يعطل. قلنا بأن المجلس هو من تعامل بإيجابية، والمجلس نفذ ما عليه، وفي الوقت أو في المقابل كانت ما تسمى بالشرعية اليمنية والمسيطر عليها من حزب الإصلاح تترك الجبهات وتحشد قواتها، القوات الشمالية اليمنية في اتجاه الجنوب. أتساءل ماذا جاء بقوات مأرب والجوف إلى شقرة، وتترك الجبهات لأبطال الحوثي وهي مع مخازن السلاح التي لا تعد ولا تحصى، وتركوا كل شيء لهم، أملاكهم وأراضيهم ومنازلهم لأبطال الحوثي ولقادة الميليشيات الحوثي يعبثون بها، وجاءوا الجنوب يعتقدون بان الجنوب سيكون لقمه سائغه. نحن نقول لهم نحن ملتزمون باتفاق الرياض وسنسعى مع الاشقاء في التحالف في سبيل تنفيذه، لكن على ذلك نحن ايضا ملتزمون لشعبنا في الدفاع عن الجنوب. لا يعتقد جيش الاصلاح ولا ما تسمى في الشرعيه بانها قادره على الوصول الى عدن، لم تصل حتى ما بقي عرق ينبض في جسد مناضل ومواطن جنوبي عرف معنى الاحتلال ومعاناته وسوءه خلال 27 عاما. الجنوبيون اليوم اكثر اصرارا وتمسكا بحقهم في استعاده دولتهم وسيقاتلون. نحن طلاب سلام وسنسعى للسلام وسنسعى ايضا لتنفيذ الاتفاق، لكن هذا العبث وهذه اساليب اللف والدوران والاحتيال والنصب والبلطجة التي تعودت عليها هذه الحكومة لن تمر، هي أساليب عفى عليها الزمن. منصحهم بأن يعودوا، الاتفاق أعطاهم الفرصة لأن يعودوا إلى عدن. الاتفاق سمح لعودة هذه الحكومة تعود وأن تدير معركتها في مواجهة الميليشيا الحوثي. هذا إن أرادت أن تتحرر من الحوثي، لكن إن أرادت أن تنتزع الجنوبيين من أرضهم ليكون وطنا بديلا لأبناء الشمال الذين طردهم الحوثي، فهذا عشر إبليس في الجنة وأن يتحقق. شكرا جزيلا لك، و يعني انتهى وقت هذه الحلقة. أشكركم جميعا، ضيوفي اللواء مستور الأحمري المحلل السياسي السعودي كان معنا من الرياض، أيضا أشكر ضيفي المتحدث باسم المجلس الانتقالي منصور صالح، وأيضا علي الأحمدي نائب رئيس حركة النهضة كان معنا من الرياض. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.